السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير ونفضل دايما على طول مع بعض. ما تنسيناش بدعم لايك، اعمل لايك. اشكرك طبعا اللي عمل لايك دلوقتي، ما خسرش حاجة خالص ان هو يدعمنا بلايك لو بيحبنا. طبعا الواحد بيكون سعيد جدا لما في لاعب بيتطور في الاداء، يعني لاعب الجزائري انيس حاج موسى ده، يعني ابتدى في فرنسا بعد كده راح بلجيكا بعد كده راح اعارة في بداية الموسم ده في هولندا نادي فيتيس، نادي من الأندية وسط الجدول. لما النهاردة يمتد تعاقد من الموسم الجديد مع نادي من قمة الأندية في هولندا، لو في هولندا زي مثلا أسبانيا في ريال مدريد وبرشلونة، في هولندا في أياكس وفاينورد. فاينورد طبعا متواجد النجم الجزائري زروكي، رامز زروكي، وده دليل ان هو ناجح في النادي دوة. فعشان كده النادي شاف نجاح الجزائري زروكي وقال برضو نجيب معاه برضو أنيس حاج موسى. الواحد بيفرح جدا في تطور الأندية. ابتدى راح إعارة السنة دي في هولندا، نادي في تسع من الأندية في وسط الجدول يعني، لكن فاينورد من أندية القمة في هولندا. إن هم يسعوا ويتعاقدوا معاه، هم شافوه في الموسم ده متألق. وأنا من رأيي تواجده في المنتخب المعسكر اللي فات ده بيرفع من أسهمه. اللاعب اللي بيلعب في أوروبا ويكون في الفيفا داي بيروح لمنتخب بلاده، كل الوكلاء وكل الأندية بيبقوا عارفين النادي بتاعه، بيبقى عارف إن هو ضمن المنتخب، فده بيرفع من أسهم اللاعب. فرحان جدا إن أنيس حاج موسى هيلعب في فاينورد من الأندية القمة في هولندا، وكمان يتطور أداؤه أكتر. ليه لأ؟ أو ما يوصلش لأندية القمة في أوروبا عامه، نشوفه في السيتي، نشوفه في مانشستر يونايتد إن شاء الله. عجبني قوي آيات نوري سجل هدف، وأشكر الجزائريين حبايبي بيتابعوني بعتولي الهدف بتاعه، هو من يومين بالظبط. جميل الهدف، إن هو صاحب مهارة خاصة آيات نوري، عدى من، وكان فرقته مهزومة 1-0، عدى من وسط الملعب، عدى من واحد وعدى تاني، وقف بالكرة شانكلوه، عملوا فاول فرقة بيرلي، عملوا فاول مع ولفرهامبتون، ده فريق آيات نوري كان مغلوب، فريق آيات نوري ولفرهامبتون كان مغلوب 1-0. آيات نوري عدى، شوف الجمال بقى، هو اللي عدى وهو اللي خد الفاول، والفاول الكرة اتحطت وجي زميله بابلو سرابيا حط الكوره ورفع الفاول اللي عمله آيات نوري اصلا، اللي كان سببه آيات نوري، اترفع الفاول، آيات نوري بدماغه حطها حلوه قوي عشان يتعادل 1-1 لفرقته. آيات نوري مميز قوي مع فرقته. اتمنى زي ما شفنا كده أنيس حاج موسى اتنقل من نادي وسط في هولندا لنادي قمة في هولندا، اتمنى كمان ان آيات نوري يستحق ان يروح اندية القمة في الدوري الانجليزي. يا ريت، نفسي اشوفه في ليفربول، يستحق بصراحة، يستحق. اعمل لايك ما تنساش. شكرا.